هو حنا دابا منين تسال النيران نخمدوا النيران غننسقوا مع السلطه المحليه وغنقوموا بجرد لجميع الناس اللي تضروا في هذا الجماعة. وبالنسبه للحكومه وحنا كنلتمسوا من الحكومه بالنسبه لمستوى التدخل اللي نتوما درتوا للجماعه يعني في الدوائر على المستوى ديالكم شنو هي اللوجيستيك والامكانيات اللي وفرتوها من اجل دعم الساكنه ديال المنطقه؟ الماء والناس الاورش كلهم التحقوا اللي كانوا هنا في الجماعه كلهم التحقوا بالعافيه الى حد الان. دابا الان راهم بين جماعه تطف بين جماعه بوجديان وواحد المنطقه راه باقا شعله فيها النيران رغم ان البارح شنو سميتها المنطقه؟ منطقه جماعه طهر واحد الجبل جماعه طهر كيقولوا فين ماتشار ولا جبل؟ جبل جبل بين ماتشار اذا مشات اذا انفخ الغربي عند الدار جماعه تطف واذا انفخ الشرقي عند الدار جماعه بوجديان وهذا الجبل راه كاينه هي ان السكان راهم كيطفيو لان جغرافيا في وسط الجماعه جغرافيا في وسط الجماعه الان ما كاينش ما تقدرش الانسان يوصل تما الا برجله والناس كاين الناس شي كيطفي العافيه شي كيجيب الماء الى حد الان حنا واقفين مصارين على هذا المشكل. نعم التدخل ديال يعني سواء فرق الانقاذ وديك الشيء يعني شنو يمكن تقول على مستوى التدخل ديال هذا واش انتم بالنسبه لكم؟ لانه كان في المستوى عن طريق الطيارات اللي كيجيبوا الماء اللي كيطفيو والمسؤولين كانوا هنا واقفين كلهم وكنشكروا السيد العامل والسيد الوالي ورئيس والمدير الجهوي للمياه والغابات اللي هما ساهرين ليل نهار على هذه العمليات لان هذه النيران هذه لم يسبق لها مثيل انا عندي 60 عام عمري ما شفت هذه النيران اللي جات في هذه السنه هذه وكنلتمسوا من الحكومه باش تعتبر ان هذه الجماعات اللي تخصصنا في انه تعتبرهم مناطق منكوبه لان كاين بعض الناس اللي مشاو لهم الديار ديالهم كاملين وكاين الناس اللي مشاو لهم الامتعه ديالهم وكاين الناس اللي هما مراد كاين اخوان اللي جاوا من هنايا كيساندونا من جميع الهيئات وكنشكروا بعض المتطوعين اللي كيجيبوا الماء من هذه المنطقه هذه. وبالنسبه لجمعيه جود واش وفرت شي حاجه للساكنين هذو؟ انا جمعيه جود سمعت بها ولكن ما بالنسبه للاغطيه اللي عاد وصلت الاغطيه هذه تعتبر وجه جماعه جود تعتبر التفاته مزيانه ولكن الناس ما خصهمش يخصم ما ياكلوا خصهم الطحين والزيت والسكر اعاده الاعمار اعاده الاعمار وتوفير الماء والكهرباء مقطوع والناس ديالهم يعني توفر جميع الامكانيات والمساعدات من اجل دعم الساكنه بما فيها يعني مساعدات والاغطيه يعني مسائل ديال الايواء والاغطيه وداك الشيء يعني كتكون ضروريه غير كافيه غير كافيه نعم غير كافيه.